السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله يمسيكم بالخير والرضا والنعيم والعافية والسرور. احنا كل فترة في السيف جاليري نحاول نطلع بمنتجات أكثر ابتكارا، منتجات متجددة، ناخذ نفس المنتج اللي أنتم حبيتوه ونعدل عليه ونطوره حتى نوصل لذائقتكم. اليوم عندنا دلة آي كيف لأهل الكيف بعد التحديث والتجديد، هذه جديدة جدا وتوها نازلة. اليوم راح نشرح لكم عدد بسيط من مميزاتها، والله يحييكم. شغلناها معكم، وخلوني أقول لكم شيء، احنا لأن واثقين بكل منتجاتنا هذه بطاقة ضمان 3 سنوات، أي شيء يخرب في هذه الدلة الله يحييكم بأي فرع من فروع السيف جاليري، وراح نصلح لكم إياها بإذن الله. هذه القاعدة وهذه القاعدة جودتها وصناعتها عالية جدا، بل هي صناعة بريطانية، غير أنها سهلة الاستخدام يجي معها ملعقة حتى تضبط لك الوزنية بشكل كامل، كذلك تجي معها هذه الصفاية. تشغيلها جدا سهل، فقط ضغط الأزرار بس كذا اشتغلت. ثم نفتحها من فوق ونحط عليها الموية بالكمية اللي تناسبنا. ثم قهوة وبسم الله نبدأ. قاعد يقول لي أضف القهوة، هذه سهولة التقنية، يا رب لك الحمد. طبعا قفلت إلى نحط القهوة وما في تعب في المقياس، الموضوع جاهز. جاني شعار يقول لي أضف الهيل، لما بقت دقيقتين، أنا قهوتي ما فيها هيل، قهوتي جاهزة ما شاء الله تبارك الله، بس هذه ميزة كذلك بأنه يبقي لك دقيقتين ويقول لك أضف الهيل، يقول لي انتهينا 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 خلاص، حطيت مويتك وقهوتك بالمقياس قضيت. إذا الضيوف باقي ما جو أو ودك تسخن وكذا أضغط هذا بس خلصنا. مستوى الأمان عالي جدا ما شاء الله تبارك الله، أول ما خلصت الدلة وألغيت التسخين طفت، حتى فعلا تحافظ على الطاقة وكذلك تكون أكثر أمانا. أكثر الأسئلة اللي جات، هل وصلت فروع السيف جاليري؟ نعم وصلت جميع فروع السيف جاليري، 55 فرع بخدمتكم. الآن راح أرسل لكم صورة فيها تفاصيل عن هذه الدلة الجديدة، الله يحييكم، صوروا الشاشة وحياكم.